بسم الله الرحمن الرحيم، حين نتكلم عن الذكريات أو عن الذاكرة دائما نرتبط بالزمان والمكان والأشخاص. كثير من الناس يطلق مسمى خاصة في الأيام السوشيال ميديا هذه زمن الشباب الجميل، الزمن الجميل. في ناس تستغرب تقول كيف زمن جميل وكانت فيه معاناة، بعض المعاناة وكذا، لكن احنا عشنا الحمد لله رب العالمين، عشنا فترة السبعينات والثمانينات وعشنا الفترة اللي بعدها لحد اليوم. لو نرجع بذكرياتنا القديمة لحياتنا في منطقة شرق، فريد شرق، وخاصة في يعني الواحد بيتكلم عن ذكرياته في بيته، كان بيتنا في منطقة شرق بنية تقريبا للمرة الثانية، للمرة الثالثة، نعم يعني البيت صار له ثلاث مرات، المرة الثالثة 1950 بناه الوالد، جاب عمال من خارج الدولة، أنا مثل ما سمعت عن طريق الأبوام السفر جاب العمال وبدوا بناء البيت. وأذكر البيت يتكون من دورين، دور اللي تحت شتوي والدور اللي فوق صيفي. تفاصيل البيت لحد الحين محفورة في الذاكرة، ووجود بعض الصور تساعد في ذلك. أذكر فترة الصيف نصعد على فوق في الغرفة اللي فوق، العائلة كاملة كانت عبارة عن غرفة كبيرة معها مرافقها، وقدام الغرفة هذه الكبيرة في احنا نسميه السطح، السطح، وعلى السطح هذا حاجة يسمى المنامة، هي عبارة عن سرير كبير يشيل العائلة كاملة، وموجود في الهواء الطلق على أساس الحر، الحر لازم تبقى هواء تبقى كذا. كانت في ذكريات جميلة لهالأيام، يعني يمكن هالأجيال الجديدة ما عاشتها، احنا عشناها. نتذكر مثلا لما يصير الهواء حار، سموم يسموها، الهواء الحار اللي بجسمه، كنا ناخذ الشمد المعروف، شمد عند الناس، ونبله بالماء ونتلحف فيه ويضرب الهواء الحار فيصير مكيف، مكيف مركزي رهيب يعني. هذه كانت من الذاكرة. لو أتكلم عن أقسام بيت الوالد، هذا بيت الوالد تقريبا صورة الوحيدة اللي نحتفظ فيها، يتكون من أقسام كثيرة، كان عبارة عن ثلاث حواش، حوش واحد الميلس، وبخار الغليون، احنا نسميه بخار الغليون والميلس، وطبعا معاه مرافق ماله. الحوش الكبير اللي هو حوش البيت كان عبارة عن البيت والمخازن، وكان فيه سدرة كبيرة وتحتها حوض سباحة مترين في متر يسمونها البركة، وكنا نملاها ماي ونسبح فيها وإحنا أطفال صغار. تفاصيل البيت عجيبة، هذا البخاخير، بخاخير البيت هي كل البضاعة اللي يجلبها الوالد من العراق، من الهند، من أفريقيا، تخزن في هذه البخاخير وموجودة. فأنا في ذاكرتي بخار واحد في سكر، احنا كنا نسميه قند، قند عبارة عن نفس الكوز موجود أعتقد لحد الآن كذا، وهذا نسميه احنا القند، عبارة عن سكر نكسره ونستخدمه للشاي. كان في الرز، كان في طحين، كان في جرار، كان في الملح، الملح الطبيعي كسر كبيرة، هذه كلها احنا لحقنا عليها وشفناها. كان في بعد خامات اللي هي يبونها من الهند وكذا. من القصص اللي اتذكرها وانا طفل صغير انه صار مطر شديد وبدت البخاخير تنزل ماي، فاذكر الوالد ياب مجموعه من العمال بداوا بعمل طين في وسط الحوش، أنا موجود وسطهم يعني أنا عمري 3 سنوات 4 سنوات، وموجودة هالذاكرة أنهم عملوا طين مساحة كبيرة على أرضية البيت، وبدوا الرجال هذول يدخلوا داخل الطين ويدوسون الطين يسوون نفس الخلطة مال السميد بس من الطين. وبعدين أنا لما يعني كبرت وسألت قالوا هذه طين مع تبن، ويكرم المشاهد روث الأبقار، وخلطوا منها خلطة وبدوا يسكروا البخاخير فوق. أذكر الأستاذ راكب فوق السطح
والعمال تحت ويعملوا له كسر كذا من الطين ويرمونها له فوق وهو يسكر هذا. وفعلا بعدين احنا نقول خلاص ما بينزل المطر داخل، قال لا خلاص الحين هذا لين 5-6 سنوات المطر ما بيأثر على هذا البيت. المجلس من ذكرياتي انا في مجلس البيت انه كان في تقريبا لا يقل عن 25 عامل يقومون بتكسير الغليون. الغليون عبارة عن ورقة كبيرة هي تتفرع من غصن، فيشيلون الأوراق الغليون عن القلم، يعني يسمونه القلم، قلم الغليون، ويعني ويسوون بنادل كبيرة، أذكر بنادل كبيرة جدا، وتربط هذه البنادل وتترتب ونقلونها لين البوم، يوديها البحرين يوديها الكويت وكذا. فأنا كانت صلاة جمعة، أذكر تحت السدرة سدرة البيت مولعين نار يسوون غدا حق العمال اللي يشتغلون في الغليون، يكسرون الغليون ويرتبونه وربطونه 25 عامل. فقمت شلت قلم من أقلام الغليون هذه وشعلت نار ورحت وولعت في وين، الحمد لله أنا ما ولعت في الغليون، ولعت في القلامة اللي هي خلاص بترمي هذه. فبدت ريحة الدخان دش داخل المسجد، بيتنا والمسجد بينهم مترين، فاللي في المسجد مصلين قالوا في حريقة وريحة غليون، فعرفوا إن في شيء صاير في المجلس، وفعلا لحقوا على النار وطفوها. هذه من ذكريات الجميلة عن المجلس. من ذكرياتي أيضا في المجلس أذكر ثاني عيد، ثاني يوم في العيد وأنا صغير جدا، لكن ذاكرة موجودة، أذكر أمي لبستني وعدلتني وكذا، تقولي يروح الشيخ خالد جاي المجلس. أنا طبعا يعني وعي لأن منو الشيخ خالد ما أعرف، لكن هو في النهاية عرفنا أن الله يرحمه الشيخ خالد بن محمد القاسم، كان حاكم الشارقة قبل الدكتور الشيخ سلطان، والد عاز منهم في العيد، وكانت هذه من عاداتنا أن في الأعياد والمناسبات نعزم الناس كلها تعزم الناس يعني. ففعلا من ذكرياتي يعني أني دخلت المجلس كان في مجموعة كبيرة من الرجال قاعدين من ضمنهم الشيخ خالد. للأسف ما أتذكر الوجوه ولكن أتذكر الحركة اللي صارت، دخلت وكل واحد يعطيني عيدية عيدية عيدية، كانت عبارة عن 5 أو 50 روبية، هذا الكلام في تقريبا في 70 أو 69 حتى يمكن. وأذكر مليت جيبي من العيديات وطلعت فرحان إني أنا حصلت عيدية من يعني في ناس موجودين داخل المجلس. عندي ذاكرة حلوة عن الحرب العالمية الثانية، لازم تنذكر عن خورفكان. بسبب وجود الأبوام والسفن التجارية في خورفكان في 1941 بدأت الحرب العالمية الثانية، أصبح البحر شبه مهجور إلا من المناور البريطانية والألمانية يعني البحر كله حرب معروفة. فيخبروني أهالي خورفكان يقول 3 أو 4 مدن في الخليج العربي ومن ضمنها خورفكان لم تجوع، ما يأهل جوع، والسبب شو؟ وجود الأبوام ووجود الشسمة. هذه الفترة كان هذا البوم موجود، هذه عمر الوثيقة، هذه عمرها تقريبا 80 إلى 90 سنة عمر هذه الوثيقة. حتى لو تلاحظ الكتابة اللي فيها كتابة جميلة أيام الشيخ أعتقد صقر بن سلطان بن خالد، هو شعارهم هذا، شعار حكومة الشارجة كانت هذا الشعار، ويعني هذا يبغى شوية تدقيق على أساس تعرف الاسم بالضبط من تاريخ 10-12-1372 هجرية، يعني 30 سنة و40-70 سنة بالضبط عمر هذا. إلى من يقف من كتابنا هذا من مأمور الدولة البريطانية المعظمة وغيرها من الدول المتحالفة، أعلمكم بأن السفينة هذه سفينة نفس هذه بوم اسمها مقبل، ملك أحمد بن حسن الوالد وعبد الله بن علي المنصور، يعني النوخذة عبد الله بن علي المنصور الله يرحمه يغفر له من سكان خورفكان، النوخذة مالها اللي هو يقود السفينة عبد الله بن علي من رعايانا
نرجو ممن يصادفه أن يعامله بالرعاية وحسن السلوك كما تقتضيه دواعي الصداقة. هذا هو الجول، يسمونه جول السفينة أو ملكية السفينة، وهي رسالة من الحاكم إلى كل من موجود في البحر أن هذا الريال تبع القواسم وعاملوا معاملة كويسة وعاملوا معاملة زينة. ليش المنطقة ما ياعت؟ ليش المنطقة يعني ليش الأبوام شو سوت؟ الأبوام كانت جاية من السفر ومليانة البخاخير اللي تكلمنا عنها في البيوت، مليانة أكل. يخبروني شيوبة هني موجودين أعمارهم في منهم 90 و80 سنة، قالوا والله العظيم تكاتفت الناس في خور فكان بطريقة فظيعة. النوخذة ولا التاجر ما يبيع، كان يوزع، يطلع من الصبح يعرف بيت فلانيين ترى ما عندهم شيء، يموت، شال لي كيس عيش صغير، شال لي شوي سكر، شال ملتزمات البيت الموجودة، دبس، ملح، هذا يوزع وهذا يعطي، وتكاتفت الناس فما جاعت خور فكان، رغم أن جميع النواخذة يتكلمون عن مجاعة فظيعة لدرجة أن الناس كانت مستعدة تبيع عيالها عشان ما يموتون. يعني واحد من النواخذة يقول أنا مريت على بعض الجزر في الخليج العربي، ناس تقول لهم شيلوا عيالنا معاكم وزوجوهم وخلوهم يشتغلوا عندكم بس عشان ما يموتون من الجوع، لأن احنا قربنا نموت من الجوع بسبب أن البحر كان ما في تبادل تجاري نهائي. وسبحان الله في هذه السنوات كان محل في البر، محل، ما في أمطار، ما في أعشاب، ما في، يعني حالة صعبة في فترة الأربعينات مرت عليها دول الخليج العربي. من الذاكرة أيضا قهوة القاضي، معروفة بقهوة القاضي. هذه القهوة كانت عبارة عن ملتقى أهالي خور فكان، مطعم كبير يمكن شايل 3-4 وظائف، من ضمنها أول شيء هو ستيشن. يعني لاحظوا الصورة هذه، هذه قهوة القاضي والسيارات واقفة، لاحظوا السيارات كيف واقفة. هاي السيارات شو تسوي؟ أنت بتروح كلبة، واحد بيروح دبا، واحد بيروح الشارجة، واحد بيروح دبي، واحد بيروح أبوظبي. إذا حصل 10-15 عبري، يسمونهم عبري، شالهم بالسيارة، أخذ من كل واحد 10-10-10-10 ونقلهم. يعني دائما موجودة لاند روفر، بيروح السيارات الصغيرة، السيارات الصغيرة دائما لوين؟ للمنطقة الشرقية، كلبة، دبا، قدفع، مدحة. السيارات الكبيرة اللي هي بيتفورد دائما للشارجة، دبي، أبو ظبي. فكانت هذه القهوة أيضا فندق، تستغرب أن الناس تنام فوق سطح القهوة بربية، يتغدى أو يتعشى وينام فوق بربية واحدة، يعني فندق. كانوا يسوون فيها العيش واللحم، يخبروني عيش وسمك أكثر، السمك أكثر واللحم. ولما قال لهم دياي، قال لا دياي ما حد ياكل، لانه كان نادر، ما في دياي مثلج ودياي هذا، يعني الناس استخدمها للبيض يمكن كانوا في الزمان هذا. في قهوه القاضي كانت ملتقى ذكريات، تجمع الناس، يعني مثل مجلس كبير لاهالي خور فكان. وايضا من ذكريات الجميله في شرق هو فريج شرق، سكيك شرق، الملاعب في شرق، ملاعب كرة القدم. أذكر في الغوبانة أكثر من 3-4 ملاعب كرة قدم، ويعني إذا قلت لكم الساعة 4 العصر بعد صلاة العصر جميع شباب وبنات في ريد شرق لهم في الغوبانة، اللي يلعب كرة واللي يلعب قبة واللي يتمشى واللي قاعد واللي، يعني حياة اجتماعية غريبة وكلنا نعرف بعض. أذكر إحنا ندخل من البيت هذا، يعني دائما البيوت لها بابين، كان معظم البيوت لها بابين، باب يطل على الغوبانة وباب يطل على البحر، ندش من الباب هذا ونطلع من الباب هذا وكأن بيتنا، وأمان وأدب واحترام وأخلاق. ما سمعنا في يوم من الأيام شيء يعني يخدش الحياة أو يخدش الوضع الاجتماعي. حياة اجتماعية جميلة، نتمنى فعلا الزمن الجميل.